أكدت منظمة العفو الدولية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت حرمان المصابين الفلسطينيين من المساعدة الطبية إثر استخدام القوة المميتة. وأضافت المنظمة في بيان لها أن القوات الإسرائيلية أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك استخدام القوة المميتة دون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات ومداهمات الاعتقال. شفت العلاج.